رجعنا 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 مع عبدلي رجعنا مع عبدلي شو تايم. وكان تتذكروا الجمعه اللي فاتت حكيت لكم على 30 انيفرسير نتاع جديده، وحكيت لكم كيفاش سيون مارك تونيزيان كيب كارتون بارتو دو لو موند، في العالم الكل، في برشا برشا بلدان، وشي شرفنا انه ماركه تونسيه موجوده في العالم وتشرف تونس وتنور تونس. الجمعه هذه باش ناكد لكم اللي انا مش نفدلك، جبنا لكم لا بروف اون فيديو اللي فيها لا بيب نتاع الجديده في الافريك ديجا. كنتوا تتفرجوا كل شيء بروف على بوي، وحكينا لكم زاد الجمعه اللي فاتت على لي جو اللي باش يربحكم ان فواياج بور دو بيرسون جديده حول العالم. باش نعاونوكم الجمعه هذيا باش تربحوا، باش نوريكم كيفاش باش تلعبوا، كيفاش باش تدخلوا على الباج فيسبوك نتاع جديده وتشاركوا على الجو هذيا، باش نحاولوا نلعبوا في بلاصتكم باش نعاونوكم. عندي اون ايكيب باش تعاونني اليوم، بيسكون بارل دو فواياج يلزمنا نستدعاو سبيسياليست نتاع الفواياج في البرنامج هذايا، حنان العش العالم كل دارته. حنان العش وين يا حنان العش؟ جيت ولا مسافره؟ هيا عسلامة حنان جلوب تروتر كما يقولوا. طب باش نستقبلوا معاك زاد زوز من الناس ابعد فواياج عملوه وصلوا راس النهج ورجعوا، سيزار ودالي تونسي. مش فواياج هذوك. تو انت حنان باش تاخذ بلاصتي وانا باش ناخذ بلاصتك. واضح؟ برك تقدموا لنا رواحكم الاولاد. شو اسمك؟ صابر سيزار. صابر سيزار. محمد علي التونسي. محمد علي التونسي ياك، مرحبا بكم. حنان العش معاكم لطفي العبيد. يبدا برك. اي اكله شيء لطيفه. انا هنا باش نسالكم سؤالات على الاكلات المفضله اللي موجوده في البلدان الكل اللي فيها جديده. اوكي نجاوبوا. اي فوزيت بخي؟ اي منو خير؟ مزيان. شنو هو الأكلة الشهيرة في السنغال؟ عاود اقراها كأنك قريتها. شنو هو الأكلة الشهيرة في السنغال؟ شنو هو الأكلة الشهيرة في السنغال؟ مانيوك ولا مانيوك الفول ولا شنو هذيك؟ الموز ولا ذا بوردليان؟ ذا بوديان. مانيوك ذا بوردليان. نعم طلع عليك، نعم طلع عليك، تعاودها نكسر لك فمك. في السنغال. على شكون؟ على السنغال. والله ما والله ما خرجت تضحكوا، والله ما كيما عندنا اللبلابي هما ينزلوا على المانيوك. الجواب الصحيح. والله والله نحن عندنا اللبلابي وما عندهم مانيوك. الجواب الصحيح هو تيب دو بودين. وربي ما يطلع على تيب بودين. تيب بودين تيكي العصبين نتاعك. صحيح. كلكم سر. تيب بودين. تيب بودين سر. سر ياكلوا تيب بودين في الما في ال في ال السنغال، في بالهم هما ياكلوا في التيبوديان. سيرتو جديده موجوده في السنغال هذايا. اي بيان سور سي ان كرون مارشي لافريك. اي دونك اي نكملوا. المالديف. او المالديف عاد عمرك ما مشيت لها الحمد لله انت. شكون منكم يعرف اسم السلطه الشهيره في المالديف؟ عاد عكس المانيوك. ليه 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 هاكا مكتوبين؟ هاني مانيوك موجوده. احنا عندنا سلاد تونيزيان، هما سلاد مالديفيان. نو سلاد هشوم هذيك ولا شنو؟ استنى والله دول دول بوشي مشوم. خلنا نقراو الدول. باي حسني شنو بوشي محشوني
بوشي محشون هشومي مشوني بوشي بوشي مشوني هذيك 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 والله طبعاً لطفي والله هذيك بوشي مشوني لا استنى خلنا نقراو الثالث يا زي عاد الخو الخوذه اللي عملته والي والثالثة مانيوك مانيوك نورمالمون زوارش مالديفيا البلدان الكل عندهم مانيوك هذيا ايش تقول انا نقول باشي ماسوني هذيك انا نقول سي لا بون ريبونس لطفي ان بوان بالحق بالحق اوكي محطوطه بالاسفل قلت لك باشي ماسوني ترى عطينا لا بون ريبونس هاي هيك عطوا باشي ماسوني باشي ماسوني اي ثروزيام كيستيون حضروا روحكم ثروزيام كيستيون مانيوك في الكابون شكون يعرف شنو سكسكا سالي عاد خلينا نتكلم الأكلة الكابونية الموز سكسكا نيومبوي الموز الموز نيومبوي كاسكاس كاسكاس ساكا 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 الموز أنا هي تقول سكسكا ساكا ساكا نو نيومبوي ساكا ساكا عجبتني ساكا ساكا ان شاء الله يطلع عندك ساكا والجواب الصحيح ساكا ساكا جواب صحيح اسكت نيوم بوي وي اكيد ماكله وي ربنا لازم واحد منكم يماركي باش يربح ال اي في الكا في الكاميرون شكون يعرف لا مش كاميرون شكون يعرف اكثر اشهر اكله في الكاميرون كاميروني بيتزا نيوم برياني استنى استنى نيامبوي بيبين دول مدول برياني برياني شنو برياني البلابي فريانه معناها برياني لا هذه تصطيره سنغالي برياني مدول هذول مدول انا نقول انا نقول بربرياني مدول بربرياني مدول 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 اي لا بون ريبونس مدول مع بعضنا مدول 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 الحمد لله يا ربي مدول الحمد لله يا ربي لطفي عبد الليل على سيفه وين دول دول وزاد انتم اللي قاعدين تتفرجوا فينا تحبوا تربحوا فواياج ياسي من بلاده خلينا نخدم على فواياج فور دو بيرسون ادخلوا على الباس فيسبوك نتاع جديده وتلقاو لو جو هذايا تلقاو وجديده حول العالم كويز جديده حول العالم وجاوبوا على الاسئله وتعرفوا جديده بنا على بنا اون بلوس مشرفتنا في بلدان ما كناش نستخيلوها موجوده فيهم جوايوز انيفرسير جديده اي ميرسي جديده رجعنا مع عبد الله شو تايم وكالعاده قلت لكم كان عايش كمان لازم نحس قلت لك رجعنا مع عبد الله شو تايم وكالعاده قلت لكم شو تايم رجعنا مع عبد الله شو تايم وقلت لكم كالعاده تحبوا تربحوا كهرباء تبعثوا حرف آه على 85 899 وتنجموا تربحوا كهرباء تحفون بربي يا شتعم يا حاج جمال يا حاج عايش يحكي عليك يحكي عليا ايوا علينا هذا شفت جرايرك تجيب فيا باش تسمعنا الكلام هذا كان مزيان والله نجيب له فؤاد ودي ما يقسموا في زوز هاك ها شدنا رجعنا 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 الواحد ما خرجت ونمرت وطال رجعنا يا كان يعطول البرنامج ما تشوف في الضرب ما نحطه في بلاصتها هو حط المري هي نشد بلاصتك المسموعه بيا هي هي خير مني نركب الوي بدك شكل من ربي ليه هي نشد بلاصتها نولي نعمل لكم البوز هي ونعمل لكم صوابع فاطمه ونعمل لكم حتى صوابعك العبد كان باش نمشوا في الريتم هذا لازمنا خطه هي الخطه الاولى لازمنا ننفخوا ونقدوا ونكبسوا ونفشوا ونرخوا هي ونعملوا 50 50 50 50 انستغرام جرام جرام هي ونشروا كونت انستغرام وعاملين فولو ونهبطوا تصاويرنا بالجونيلات يا بدوك الشوابين يتراضحوا طايحين نشد من شلغيبه
يشد البرنامج. اي ونايا نحب نولي كرومينيكوس في البوليتيك. يا كبيره اي اي روبريك استنى نعملوا روبريك هكا محمد بوغلاب خير مني كانك عليا تنجم نعيط ونعيط دارو خواتك مش تمشي بوليتيك امشي وحدك انا ما نمشيش الله لا تحبوهم البوليتيك ما نقولوا امين معايا برا لا تربحهم امين الله لا يفرحهم امين يا ربي الرام كل بسكليت العجله خالته على اختها الرام كل فكرونه طلع له مش عار له كل مظهر امين الرام كل فطيره واحده في الزيت والاخرى في حيره امين يا ربي هكا هو يزوس كتيزي ما تدعمش به خويتي انت مش ديت عليهم انت هنت كتيرهم خويتي هاو مازال يقحرن يسكت يسكت تعرفيش كيفاش يا بناويت اللي خايفه تروح اللي خايفه تروح اللي والله ما ندورها غناء لهنا غنى ندوري بحزامك وربي قد ايامك ورحنا بقدامك رحنا ندوري دوري دوري خرج عليها يا امين يا نور يا حاجه يا حاجه خرج سوا توا يا حاجه طلعوا من برا عايشه عايش امي عايش خلينا نخدموا على رواحنا محليك شوف البليك هذايا بربي اعطيني ترانزيسيون وقص عليا وذي قصها جمله واحده نحيها شنو تو رجعنا 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 مع عبدالي جانا مع عبدالي الشيطان قبل ما نتعداو للضيفة متاعنا نحب نقولكم كما قلت لكم قبيلة تبعث جوست اس ام اس باش تربح كهرباء دونك تربح تحب تربح ابعث حرف ا على 85-899 اس ام اس واحد ولا اكثر من اس ام اس باش توفر حظوظك اهو قدمنا ضيفتنا على طريقة اهو إذن اخواني اخواتي عزيزي المشاهد عزيزي المستمع نستقبل معا بكل شغف نجمة شغلت العقول وسحرت الألباب بعفويتها وتلقائيتها اللذيذة نجاح مبهر في كل محطاتها الفنية كانت أو الإعلامية إلينا وإليكم أوبرا وينفري العرب الكراميلا العسلية الولعة الشطة نار اللعلوبة سمراء الخضراء ريم الحمروني أخوي شنو شاني دخلة قوية الحمد لله يا رب يا باهي مشتيح والدنيا معناها حافلة ما نجمش ما تمام عظامي ترف ريم الحمروني ممثلة عملت تجارب متنوعة في المسرح في السينما في التلفزة دورت في الإعلام زادة للجرون بيبليك اكتشفوك العباد أكثرية معناها الجرون بيبليك في سيت كوم الحجامة ولكن في هذا الكل أنت تبقى بنت المسرح أي. تكوين أكاديمي في المسرح وبنت المسرح أنا نعرفك من اللي نحن صغار توجدت برشا في المسرح وكان نقاشات المسرحية وكان المسرح جاد وبعد فجأة نلقاوك تعديت للتلفزة وللإعلام والدنيا الشيء اللي كان ضده المسرح متاعكم مقبل لا كانت فما عقلية متاع ما تمشيش للتلفزة وش تعمل في التلفزة ودرا شنو واحد ومن بعد 90% منكم نلقاهم في التلفزة. اي هو تبدلت العقلية هي. تتبدل العقلية وبيرسونال مون بالنسبة لي المسرح هو الباس معناها توا نمشي للتلفزة نمشي للسينما نمشي للراديون المسرح هو الساس. هنينا ساعة مازلت تعمل مسرح؟ مازلت في المسرح ومازلت في مسرح الحمراء ولاباس معناتها والعروض مازلت متواصلة المسرحية وصفا صفا. باهي خاطر زادة تمني فما كثير من الزملاء من الجينيراسيون تاعك واللي قبلك واللي حتى توا يدخلوا يمنوا برشا بالمسرح ويعملوا المسرح اللي يقول لك بعد كي اكتشفوا التلفزة والفلوس الكاشيات نتاع البرامج والراديوات يقول لك ما عادش نعمل مسرح ميزيري كلبة. هي لما حل فلوس التلفزة باهية. أما المسرح يبقى الشارم تبقى الشارم تاع ميزيري كلبة. برشا هربوا ما عادش يعملوا في المسرح. برشا هربوا أمورهم. أما واحدة من الناس ما نجمش معناتها. عليها ميزيريا على خاطر يمكن السكتور مش منظم.
القوانين ومعتزم برشا تنظيم على مستوى القطاع المسرحي. أما بيرسونالمون توا هاي عندنا مسرحية عايشة 4 سنين عندها جمهور، خاطر جمهور المسرح هذاك فما نوع من العزوف هرب من المسرح هذاك. لا هو يجي الجمهور مسرحية عمرها 4 سنين كي تبدا حاجة باهية الجمهور يجي يتفرج ويتفرج في كل شيء طبعا معاه. معناها كأنك تقول زادة اللي هرب عليه الجمهور ماهوش يعمل في حاجة باهية. اي كي تبدا حاجة باهية تفرض روح. معناها هذا كف لك اللي يتبكاو ويقولوا ما عادش فما جمهور في المسرح والجمهور هربوا وهزوه جماعة الوان منشو وهربوا به والدنيا. لا لا تخدم خدمة صحيحة على خاطر توا ما تنجمش تتعدى حاجة من غير كوم من غير حاجات عصرية. توا كيفاش باش تبيع سبيكتاكل معناتها يجي الجمهور وتبدا حاجة باهية يجي. به اما هذه يعمل هكا ودرا شنو وقيد حرو الدعم مسرحيه وقيد على الدعم وقال شنو فماش مسرح. الدعم فيه مشكله لمحاله لانه برشا ناس الفلوس الدعم شويه تتمس في حاجه سنسيبل على الاخر. الدعم فيه مشكله شمان. فيه مشكله لانه فلوس الدعم شويه معناتها تاخذ دعم على مسرحيه ينجم الفلوس هذيك ما تعمل لكش اللي حاجتك بيه. هي اسمها مساعده على الانتاج. هي. معناتها تنجم ما تخلص لكش ممثلين ما تخلص لك كراقعة اللي انت مثلا باش تمشي تبرف فيها باش تشري الكوستيوم باش تشري كذا. المقاييس نتاع اسناد الدعم التو باقي ما هياش مطابقة لل والله باش تحير لي موضوع انا سكت عليه زاد فما مع احترامي بعض المخرجين والناس اللي تاخذ في الدعم 70% من الكاشي يمشي يبيض ويقد دار ويبني ويعمل واحد وبعد جي الممثلين يقولوا ما دامها اغلب الشركات في كرتابة زادة اغلب الشركات في كرتاب على خاطر فهم شركات بمليون تنجم تحل شركه اي ومن بعد وكها ومن بعد ما فماش وتستنى مسرح. فلوس الدعم وتكتفي بالعروض المدعمه اللي تعطيهم لك لوزار وانتهى الموضوع وفي معناها فلوس في مكتوب بيان سور وما فماش مراقبه ما فماش ناس محاسبه. يا راجل حتى انت بالله قيلني قال لي مراقبه ومحاسبه بالرسمي يكلم فيك ما فماش فماش وزاره معناها تعطيك فلوس وعمل اللي تحب فما اما باقي التوا معناتها الملف هذا كان يتحل يلزم يتحل على قاعده كان يتحل مثلا 40% يمشيوا الحبس يبطلوا يتوقفوا على العمل يبطلوا ما يضرش القطاع هذا يضر برشا يضر برشا سي سور يضر برشا به. لكن الاكتواليتي نتاعك اليوم نلقاوك جيتنا خاطرك اليوم متواجده وموجوده في فيلم فتريه اي فيلم عامل فتريه لكن اسمه فتريه ودور مهم جدا دور البطوله ظهر لي اي فوالا والفيلم تاعك قاعد في القاعات قاعد يعني تلاقي في هكا احسان الجمهور والحمد لله والعباد قاعده تشكر فيه يعني والحمد لله لانه فيلم فتريه فيلم بيرليسك. انت اول مره بطوله في فيلم وفي بطوله جمله واحده اول مره خدمت برشا افلام ولكن الفيلم هذايا اللي هو كما هو اول منتوج الوليد الطايع واول فيلم طويل الوليد الطايع هو اول حاجه معناتها صحيحه ومهمه بالنسبه ليا في السينما. انا نحب نقول تحيه خاصه للوليد الطايع واش نقول لك علاش الفيلم هذا تكتب لك ليك انت لياني علاش خاطر يمكن وليد الطايع يأمن بيا ولا شاف فيا نجم نكون نحمل على ظهري فيلم. علاش يحكي الفيلم؟ الفيلم يحكي على تونس عام 2004 تستقبل في القمة العربية رفيعة المستوى. طبعا تفكروا قبل هاك الشعارات نتاع تونس بلد الفرح الدائم والأمن والأمان وكيفاش الدنيا تنظاف والكياسات تتنظم والدنيا الكل تولي تشعل شعلان. أما أون كونتري بارتي فما 4 حكايات يصيروا في في تونس دونك في وسط اللي تصير في الحي الشعبي واللي تصير حكايه في وسط بلاص وحكايه اخرى تصير في وسط سبيتار وحكايه تصير في مسرح. ومن بعد الشخصيات هذوما الكل باش تصير خماضه وكهو فتري نشوفوا بوند انونس ونرجعوا. ما الذي حدث يوم القمه العربيه في تونس؟ شنية صالحة اللي عاملة العمايل لفلتت لموت لفرح وين تمشي تنطر الفرنك زعم حمادي الإلكتريسيان ينجم يصلح الضوء في البلاص المسكون والسخون لا الحكاية هذه ما هيش نورمال شنية حكاية نزيها أخت صافيناز مع حمادي ما كريتش مطاجين والآن مع مفاجأة الزهرة دونس كارتوبورين وعلاش منير حل الشانتي قدام مسرح نادية؟ الليلة عندي بروميير نتاعي وزيد حطيت لي السلعة قدام المسرح برشا مش عاجبهم الوضع يجيو بحذاكم وهل سيتمكن عمار
من أخذ موعد مع طبيب القلب. بسم الله عليك، لاباس؟ باش مليون تصير كيف؟ أشنية هالفترية؟ الدنيا خايضة والعباد هايضة. فترية ريم الحمروني، عيسى حراث، صباح بوزويتا، جمال مداني، نادية صايجي. فترية، إخراج وليد الطايع. مش هذا اللي يقولوا فيه في التلفزة؟ فترية في القاعات ابتداء من 25 سبتمبر. فيلم كوميدي مسيس الفيلم شوية. اي برشا 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 تو هكا ما يظهرش مي هو ما يظهرش، وحتى في وسط الفيلم كي بعد ما تتفرج في الفيلم تخرج بحاجات. فما برشا رموز حسب ما شفنا في الفيلم، زادة من عهد بن علي، رموز سياسية بن عهد بن علي. مش رموز، أما الشعبة تفكرها الشعبة. أي الشعبة في السبيطار، الشعبة من أكبر رمز سياسي هو. أي الشعبة في السبيطار، الشعبة اللي بونكارت الموف، المعذبين والدربوات وكالدنيا. أي الدنيا الكل بالموف، الدنيا الكل بالماضي. الفيلم يحكي لك حكايات تنجم صالحة مثلا اللي تشوفها في كيما حشم اللي يسمع تندب في الميت، تخرج من الميت تمشي للعرس، معناها باش تخدم باش تنطر خبزتها وتعمل في العرك وكل شيء، معناتها المهم انها تنطر خبزتها معناتها. وحتى شخصية ما في الفيلم، شخصية تسخف ولا شخصية مادة يديها في الفيلم رغم كل شيء. انت كممثله وكمواطنه انا نعرفك ونعرفوك، كنت قبل تعارك كيما توا الفيلم يعارك على البريود هذيك، كنت مسيسه التو ليه خل نكملك فوالا، كنت تخرج وتعمل مظاهرات وتاكل ترايح في عهد بن علي. ايه؟ نو جو شيخت ترايح عهد جو ولا سممونك توقفت زاد؟ مش توقفت، اما هكا فما قرصات مثلا كنت كي نخرج لازم نتعدى على الفوي مثلا في المطار مع مسرح الحمراء في كل تورني. أيه؟ وانا ماشي قبل باربع سوايع نتعدى على الفوي، مره عركه مره عيطه سلابق دنيا ذوما شو شخبيهم اي او كيفاش متقاطع وننزع لهنا. معناتها كانت فما والتورة ونعارك هذاك. علاش تحب نقول الفتره ذيك تعديت ومشيت على روحها متع. اليوم مش تبدل تلقى روحك بتبدلوا برشا حاجات، على خاطر برشا عركة من برشا واجهات ومن برشا كانت واجهة واحدة خبر. كانت واجهة واحدة اللي انك تفك حرية الرأي والتعبير وتعيش معناتها كمواطن. توا اوكي صارت ثورة صحيح تحققت حرية الرأي والتعبير والفن والإبداع، اما في المقابل زيادة هاجت حاجات اخرى اللي تحب ترجعك النقطة معناتها انت ماذا بيك ما ترجع لهاش. فدونك العركات ما زالت متواصلة. باهي المهم انه فيلم اليوم يرجع لنا معناها المشاكل اللي عندنا هذه الكل. أيه. فيلم يرجع لنا يحكي لنا على فترة بن علي. فترة بن علي، ولكن كي تخرج تقول تبدا تقارن اسكو تبدلت حاجة ولا ما تبدلتش حاجة. هذايا اللي نجم يخرج هذا سؤال الفيلم معناها كالكبار. أيه. العباد معناتها في لي ديبا مع الببليك هذايا هو يقول لك ما تبدل حتى شيء. معناتها التوا نتصور انه اللي باش ياخذ موعد في السبيطار ريقه يشيح. التوا نتصور انه اللي الفنانين والراقصين وكذا عندهم مشكله كبيره اليوم مع نوعيه اللي تحب معناتها تردهم كائنات دراكيفاش معناتها ولا كائنات خارجه من المله يمكن. فما ما زالت العركات ما زالت. وفيلم فتريه باش يكون ان شاء الله بيانتو في باريس. انت من الفتريه الفتريه. أيه. اليوم انا نحب ندافع على موضوع، نحب نحل بوان دانتيروغاسيون. نحن اليوم نحكيو على الراسيزم. أيه. مانيش نحكي على الراسيزم خاطرك سمره وخاطرك في فما راسيزم في الدنيا ولا، نحب نحكي على الراسيزم في الفن. اليوم في التلفزه التونسيه وفي المسلسلات وفي الافلام اللون الاسمر التونسي مغيب وبقله قليه والا كي باش يعطيوه رول، باش يعطيوه رول على اساس خاطرهم يحكيوا على الراسيزم ولا خاطر فما رول اسمر تاع واحد اسمر. ما فماش مثلا انك التلقائي الاسمر كي يعيش معانا نتاع كل يوم وتلقاه في رول نتاع درف فماش. وقليل شكون نلقاه اليوم بطل اسمر في 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 مسلسل ولا في فيلم. أي؟ ولا في الاخبار ولا ما نعرفش انا ولا مقدم ولا منشط ولا المشكله منين معناها؟ نوع من العنصريه ولا السمر يقول لك خويا الدومين هذايا ما ندخل برجوليه باش ما يوجدش مكان على العنصريه، خاطر اليوم فما عنصريه كبيره في تونس ما نحكيوش فيها هذاك. ايه باهي.
من ألطاف الدنيا وألطاف القدر إنه الأعمال اللي عملتهم ما فيهمش هذا. معناتها ما فيهمش هذا، مش يعيطولي على خاطرني ريم كحلوشه باش تجي تخدم في الدور هذايا. معناتها الحمد لله الادوار اليوم اللي خدمتها، نحكي مثلا في الكبير مواطن عادي، مواطن وليد طايع كتب الفيلم فتريه، كتبوا لريم الحمروني على خاطر عنده ثقه في امكانيات ريم الحمروني. داكور. زياد لي تيم كيخدم الحجامه عنده ثقه جاي يتفرج زياد. صحيح. دونك كتب الغول هذايا ريم الحمروني. ما نعرفش المشكله وين، على خاطر ما نعرفش، لانه فما فقر. شوف، لانه فما برشا سمر وبرشا عباد متذمرين منها، فما برشا سمر وبرشا عباد متذمرين منها وبرشا طاقات كبيره. معناتها ما فماش علاش لهنا نسال المخيله نتاع الكتاب وصناع السيناريو في تونس والمخرجين هم اللي فيهم مشكلة. معناها كي أنت تكتب عندك سيناريو، اسكو معناتها قاعد تحل، معناتها عارف إيش عندك إيش ما عندكش. معناها أسألك السؤال، اسكو الأسمر اليوم ما يجيش صاحب، ما يجيش جار، ما يجيش بطل، ما يجيش إنسان عنده مشكلة، ما تجيش عائلة سمراء في فيلم؟ مستحيل. ما عندك جيرانك عائلة سمر؟ ما عندك أنت صحاب؟ عشت في حومة أكيد. وفي أنا أصحابي وأخواتي وعشيري يخدم معايا وعني عشت في حومة والتو نعيش وما عندي حتى مشكل، وهم ما عندهم حتى مشكل. تحس فما اللي يكتبوا واللي يصنعوا في الدنيا هذه متاع التلفزة ومتاع السينما ومتاع الميديا يحلوا عيونهم مليح، على خاطر مش فما كان الاسمر عنده مشكله. فما هذا اسانسيالمون زاد تلقى ما خاطر مشكله، مشكله قبول اختلاف وانك تحل. معناها المخيله نتاع الابداع تتحل على كبير وتولي تخدم توا الناس الكل تخدم. كيف من غادي نجم تقعد لك كيما توا اللي هي التفرقه. انا بالنسبه ليا في الحالات الكل تفرقه، العنصريه هذيك دونك حاجه، وانا راني معناتها عشتها في صغري ومن بعد تخلصت منها لاني لقيت روحي موجوده في عائله ميتيس. معناها ما عنديش النوعيه هذه من المشاكل، ولكن توا كي نسمع هالحكايات للولاد الصغار. معناها فما كا ريسامون طفله في الكوليج ما عادش نجم تمشي تقرا مثلا خاطر ما عادش تمشي ترينا على خاطر اصحابها ولا لونترونور نتاعها في السال دو سبور معناتها يقول لها انت على خاطرك مسخه مثلا. ليه؟ اي نعم، وموجوده على مواقع التواصل الاجتماعي لهنا ندعو معناتها سلوك غريب. اليوم السمر في تونس او السود في تونس، خليني نقولها كما هي، ولك حالش جزء لا يتجزأ من البلاد هذه، وقاعدين يخدموا وقاعدين يقدموا في حاجات ياسر ياسر مزيانه. هو جزء اللي يتجزا ونعتز به، واللي ما يعتزش به كاينه نعم مش معتز بخشمه ولا بعينه ولا يمشي داوي. يمشي داوي. انا موضوعي انه اليوم اسمر كي مش موجود في الدراما ولا مش موجود في السياسه ولا مش موجود في غيره، كي توجد يتسب ويتهان، اسكو انت تعتبرها اقصاء او عنصريه او نوع من المرض في وطن مازال ما قبلش روحه؟ نوع من المرض في وطن ما قبلش روحه ولا انسانيه ودرجه كبيره من التخلف. هذوما الكلمتين اللي عندي. هكا هو انا حبيت نحل القوس هذايا باش نزيدوا نتعرفوا عليك اكثر. ريم سامحني قبل ما نسكروا فتريه. فتريه باش يكون نهار 17 ديسمبر، حتى الدات عندها رمزيتها، في تروا لوكسمبورغ في فرنسا في باريس بمناسبه المغرب دي فيلم. باش يكون موجود الفيلم واحنا فرحانين. اي بلا دات نتاع البروجيكسيون اللي هي 17 ديسمبر، اي تروا لوكسمبورغ اللي هي حكاية كبيرة على وسمعوا العباد والناس اللي هما انتريسيش على يجيو يتفرجوا. بزيد تعرفوا عليك اكثر ريم، باش نعطيك كل مره زوز خيارات وانت تختار خيار واحد فقط. باه واضح؟ في ساعه تجاوبني ما تخممش. سينما ولا مسرح؟ في ساعه مسرح. مسرح ما بعرفش. مسرح مسرح هكا ضربت فيه ضربه سينما. على هو مسرح لابسيوس ريفيلاتور هذاك اللي قلت مسرح لكن راني نعب السينما. تلفزه ولا راديو؟ راديو. علاش؟ الراديو خاطر كود فودر مع الراديو، معناتها كان تدخل تخدم برشا في الراديو تحسها دوده. ما عملتيش دوده العباد ما يشوفوكش،
اما يلزمك تعدي ايموشن. هاي شد لي روحك توا رابيد زاد ما تخممش. حمل همامي ولا رشاد الغنوشي؟ حمل همامي. اتحاد شغل ولا لوتي ولا لوتيكا؟ اتحاد شغل. واضحه. اي سامي عب ولا بشرى بالحاجة حميدة؟ تشنوى توا بحدا حاجة تاني بحدا وعليا مجرى زيدة زيمية جنعمل هنا وعليا نضفيا بشرى هكا دخلت سامية في بشرى. تراجي ولا الافريقي؟ الكلوب. الكلوب. كسكسي ولا مقارونة؟ كسكسي. بالحق انا مقارونة صح. انا بورتون كيبسي كيفك اما مقارونة. جوني ديب ولا ظفر العابدين؟ اختيار صعيب ياسر. زوز زملائي. ظفر العابدين. ظفر العابدين. مجلس نواب الشعب ولا سوق بومنديل؟ بومنديل. شو رايك في مجلس نواب الشعب؟ حاجه بالحق بالحق. الى حد شو رايك المعنيه ما كنتش تخيل نوصلوا نهار للجو هذا كوميك حاسس ظهر لي كوميك يتبولدوا علينا مازالوا ما قالوناش درشنيه ظهر لي صور متحركه عملوها بالزربه زاده هذاك اسمه توا على الخوذه اللي هو فيه البار لمان ريم فما حاجه اخرى صارت بها وريتنا شويه ابرسيو منها توا ديجا ومن غير ما قلنا لك ظهر لي حاجه تعمل فيها بطبيعتك اي التقليد اي راه أظهر لي أنا أحسن واحدة تقلدها هي سامية عب. واه صاحبتي. امشي لي دنيا شيل. أحسن يحب نمشي المجلس هذا. قلت أنا نعرف نعمل تانية صابون نفرك نعمل نفرك نفرك أنا نلقى عبيد غادي. أشقوا كنت ساكتة. قلت له أنا محمد. قلت له أنا ما عادش يتكلم. لقتني. ولا لي مولو راه لا لطفي اش يقول له ايه اش تعمل انت قلت له انا اش كل واحد راهو شنو هو ثورة شل بذوكم بيه باش نعطيك خل كملك خل كمل خليها خليها عفوا ما تخرجيش خليها لحظة انا توا باش نعطيك عندي في لازمك تقدو واضح باش نطلب لك سمير الوافي باش تحكي معاه بسامية عبو بيه سامية عبو تحب تتعدى مع سمير الوافي في وحش الشاشة وعندها ملف فساد تحب تكشف ألو لحظة خلنا نطلبوه نطلبوه عندي جلسة عندي تفاوض هاي عندك عندك كمشي ألو وي عسلامة سي سمير أهلا وسهلا الوحش بيدو نو كون؟ سي سمير الوافي نتاع برنامج واحد الشاشة. اي مالا نتاع شكون؟ مادام عبو معاك سامية. اهلا بيك اهلا وسهلا صحيحلك. لاباس سيدة سامية صفا؟ الحمد لله. صفا امورك؟ والله هذا نعاركو يا وخي هك تشوف المشهد تشوف البرلمان وواحد معاه هكا. اسمحني. لطف عليك. اي. انا سمير نعرف اللي انت معناها متابع عن كثب الشهر العام. وانا نحب نتعدى اللي كان ممكن لو ممكن معناتها معاك في البرنامج تعدى معايا في البرنامج اي اي مرحبا بيك شبهيش تو لاني عمش قلت علاش عمش قلت علاش زيدا اي انا نحب انت متاكده اللي انت سامي عبو وش هو تمشي خطوه نعرف سامي عبو وي كيفاش وي اسمعني اسمعني جاي انا كي كلمتك سمير اي شو سمير هذه ما عجبتنيش ليه 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 ثم اكسون غريبه شويه ليه 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 مش غريبه تعرف شليا انا قعدت تحكي مع اصحابي توا قاعدين نشوفوا لانه فما ملفات ولا ولو البرلمان توا المجلس مازال كي 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 معناتها هاك تشوف في المشهد الكل معناتها نحب عندي ما نحكي انا في الموضوع انا وجمله من زملائي في المجلس انا عندي شك في صوتك معناها شنو هو شك؟ احترامي ليك ليه 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 انت تحب تتعدى معي انا عندي شو ليه انا شو 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 ليه ليه انا قاعده توا نتصل بكل الاعلاميين لانه أي؟ عندي ملف كبير وخطير انا والملف متعلق خصوصا بما يحدث داخل مجلس نواب الشعب الان اي مرحبا بك سيده ثانيه
إذا أنت سامي عبو بالرسمي خاطر عندي شك بصراحة. شنو هو شك؟ هو؟ لا 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 يا سي سمير لا سامحني. نجم نعرف اللي أنت سامي عبو أعطيني دليل. شنو تحب الدليل؟ شنو مثلا؟ كي نقول لك اللي هو ملف متعلق بالحزب الحر الدستوري وفي علاقة بالتحرك. بالحزب الدستوري؟ حزب الدستوري الحر. دخلتوا عليا. باهي مرحبا بيك ما فما حتى مشكل، اما انا متاكد توا اللي انت ماكش سامي عبو. لا 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 ماكش سامي عبو مستحيل. سامي عبو ما يا وحش يا وحش يا وحش يا وحش يا وحش يا وحش يا محمد عبو محمد عبو مين التصفيق يا محمد عبو معك وتعرفني عامل كاراتين دقدقك عندها ملف عندها ملف تاع الفساد سيرتوك الفرارش هذوكم الكويت 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 شكون اللي بحذاها بربي سامحني عبو شكون بحذاها والفرارش غنوسي بحذاها ما هو راجلها بحذاها هيا احترم عايشك شنو شكون بحذاها هذا ما نسمح لكش انا غنوسي العريض بحذاها لطفي عبو بحذاها جاب معها قطانية في الليل سهرين راجلها كاراتيكا معها شلقت بيك يا لطفي شلقت بيك ما تعديت مرحبا بيك سي سمير لا حبينا ماش كاميرا كاشي حبينا جيست نعملوا معاك تفدليك راهو ماش كاميرا كاشي نحسنوا فيك راهو ما عنديش كل لا جاب ربي ما حصلتش عايش انت حصلت في حاجات اخرين هي مش مشكله ربي معك ميرسي ميرسي سمير عايش يا بيانتو ربي يوفقك صح تعب عبو حسيتها تعبتك حاجه ساعات نقولها اخرج عليا اخرج برا برا روح برا روح بعجي 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 تنقر كي تسمعك تقلدها كي ولا اي صار فيها مره كلمتها هي بحذانا في وقتها نخدم في راديو كلمه وهي في الليميسيون وانا في السطاح نتاع الراديو وطلبتها تخير روحها تخير طلبت روحها شات قلت لهم خايفه لا تعطي باسمي تصريح نهار وتبلكني سمعنا زاد عندك كبار فيلم في التاريخ عندك فيلم فرنساوي اي فرنسي اه وي في فرنسي Oui, oui. Ouais, ah bah oui, c'est en fait un film français. C'est pas bon. Sorry, oui, Hagir. Le grammaire, cadre. Le grammaire, comme je dis ça. وزاد ولا الضرب بالفرنسي كل شيء حضرته قبل ما تمشي للفيلم يا بنتي اي حضرت حضرتك شيء فيلم اندي فون اتونيس اللي يخرج ان شاء الله في فيفري 2020 لمنال العبيدي والله مبروك فرحان لك هكا تيونشين لي شوز سي بيان سي بيان المهم الفنان وممثل انه يعرف يبدا يخدم ان شاء الله به ريم نعرف اللي انت قابسيه وعندك سويت اي اي سمعنا حويجه قابسيه كفيك في الباب هي للا نارا شعيني لا يا كاملة الريم يعطيك الصحة صوت حلو برشا ولا بالحق عايش عملنا معاك جو انسول ديفي قبل ما نخليوك تروح اي انسول ديفي باش تكملوا باش تختبروا قوتك كممثلة تعداو ديريكتومون جو المرايا باهي سالس لعبة المرايا عندنا هنا
كتيبة مكتوبة نوع نتاع غريماس معناها نعملوها نشوفوا الورقة نوريها للعباد نعملوها في فرد وقت نحضر غريماس نتاعك في المراية وبعد نغزروا لبعضنا واللي يضحك الأولاني يخسر باه واضح باه سيدي الغريماس الأولى هذيا باهي هذيا تساعدنا الزوز قطوس سكران تساعدك قطوس سكران تحضر لها سي بون امشي هاي استني انت قطوسة سكران هذيا انا قطوس سكرجي عرفتوا في السطح هذاك عرفتوا كي يعمل هكا في السطح عرفتك المحصور ما يخليكش ترقد في الليل شنو عندي اسمع انت ترتاح بعد ساعتين وانت صار ترجع ترقد يكبش يكبش فكرون عنده الرخفة اهلا وسهلا هو فكرون هو فكرون وعنده الرخفة فكرون عنده الرخفة كيفاش فكرون عنده الرخفة ذي والله امبوسيبل سنة ساعة كيفاش فكرون ساعة وقت كيفاش يعمل فكرون شكرون عنده الرخفة شوف عايز اختي شوف اذا اقول لك عايز اختي هذا فكرون جيبولي الخس كل يوم جيبولي في السفنارية انا بتاع السفنارية ارض بينا انا راك فكرون انا راني فكرون شوف فكرون عنده الرخفة انا راني فكرون انا راني فكرون انا ما يتفكروني ما تفكروني كي انا فكرون ايا فكرون ايا فكرون عنده الرخفة شنيا فكرون عجبتني فكرون عنده الرخفة هيا فكروني ازاي هيا هزا ذي الاخرة الاخرة يزي والله حوتة مفجوعة اي لا والله وبوكشاش محصور بوكشاش محصور وبسيكوبات لا لا حوتة محصورة هيا حوتة محصورة عندي زوز نويع متاع حوتة محصورة تنقلك محصورة محصورة مكتوبة محصورة كنت باش نعمل هذيا اي باش تمول باش تمول على ولا فما هذيا فما هذيا هي هي في الاصل ذكرنا بمنشط كبير ياسر عرفت المناني كرونيكور هو عرفت كرونيكور طلع شكون لا ليش اسمه كيفي انا لطفي زعان مرسي صديقتي مرسي صديقتي خليلت كلمة الختام ثم نمر إلى الفقرة الموالية مرسي بوكو مرسي 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 على الفكرونه والحوته والجو والدنيا هذه الكل على الاخر سرتو حيوانات الظلمة دونك فتريه اللي في باريس باش يتفرجوا فيه نهار 17 ديسمبر في لي 3 لوكسمبورغ سال 3 لوكسمبورغ سينو الفيلم مازال موجود في القاعات باش يكون نهار لحد في زغوان سو ديمانش في زغوان سينو تنجموا تسمعوا كل يوم شمس ماج مع شاكر بسباس على راديو شمس شمس فام دونك من الخمسه للسبعة متاع العشية أنا موجودة غد شكراً مرحبا بيك نورتنا فاصل ثم نعود